اول حاجه كنت غنقول لكم جوستمون جاو اول حاجه هما اللعابه هذا العام ما يمكنش بغيت نقول لهم برافو برافو الماتش ماشي سهل اليوم عندنا واحد الضغط اللي ما يمكنش من الاول العام وما تلقوش شفتوا هذا الماتش اليوم بصراحه وجده كانت اميريتي لا فيكتوار عاد بونا بغيت نقول برافو الستاف ديالي ستاف تكنيك اول حاجه تقاتلوا معايا ما كانش سهل لهم ستاف ميديكال ستاف ميديكال ما كانوش لا ستاف ميديكال بحال تعذبوا حتى هما لي ماسور لي كيني الدكتور الاداره ديال الوداد عاونوني بزاف هذا العام ما طلقناش الجمهور ديالنا الجمهور ديالنا اللي مهم حتى هو والوالده بالحق برافو برافو وفرحت على البطوله الثانيه ديالي في المغرب 22 دو تروفي هذا العام و اش غنقول لكم سي ان اونور دونتريني لو واك وملي كتربح مع الفرقه كتفرح اونكور بليس باسكو الاولى اللي كتجي لكازا عمري ما شفت هذا الشيء واحد ملي جيت لهنا ملي هضروا على البطوله انا بان لي كان صعيبه اكثر ديال البطوله كالعصبه البطوله سورتو ملي ديتيها العام اللي فات باش تجيبها المره الثانيه سورتو ماشي نوتر هذا العام بغيت نقول شكرا للرئيس برافو عليه التعفيه جابني حتى الجمهور جابوني وخدمنا ما دراما هذا العام باش نجيبوا هاد النتيجه وديما وداد ديما وداد وجده والله الا كسال الرباح حنا كنا عارفين التعادل كيعطينا البطوله ما طلعناش ابخي الصراحه في الاخر لعب بحال اللي كطلع دابا ما كيامناش لو ستيل دو جو اللي كيامنا هي النتيجه وديال البطوله هادشي باسكو كان بزاف د العيا كان بزاف د لي بليسي والحمد لله الحمد لله الله كان معنا